بس 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 خلاص خلاص يا جماعة، أنا عايز أقول لكم على حاجة مهمة جدا. أيوه. دلوقتي عرسانكم الأفاضل اللي موجودين معاكم هنا، كل واحد منهم جه يتكلم معايا لوحده على جنب وقال إنه عايز يسكن معانا هنا في الشقة. هو ده اللي اتقال؟ خد الحبر على نضيف. فين يا عادل؟ يقعدوا فين يا عادل؟ هي جبانة ناقصة قتلة. يا أستاذ عادل ما تبقاش كومبليكس، تيك إت إيزي. وبعدين ما أنت شاب زينا وعارف أزمة السكن الجديد والإيجار. يا سلام، طب ما دام انا عارف يا سيدي وانت عارف، بتفكر تتجوز ليه؟ يا استاذ عادل خليك شواف شويه، احنا بنصرف على نفسنا بالعافيه. طب ما دام مش عارف تصرف على نفسك، عايز تصرف على غيرك ازاي؟ عشان الاقيها هي تصرف عليا يا استاذ عادل. افضل لحد امتى معتمد على نفسي؟ ثم انت عارف ان ده شر لابد منه. لا ما دام شر بقى الشر بالشر. قصدك ايه يا عادل؟ قصدي هتعرفيه دلوقتي يا سناء. يا جماعه انا في البيت هنا فعلا لوحدي، راجل مع ست ستات، فمحتاج راجل معايا هنا في البيت، بس راجل واحد مش هينفع تقعدوا كلكم، وبالتالي الراجل الواحد هو الاقوى. الاقوى هو اللي هيقعد معانا هنا في البيت، عارفين ازاي؟ من قبل ما تقول ازاي تقصد ايه بالخطه اللي بتعملها دي يا عادل؟ هتعرفي دلوقتي الخطه يا سناء. انتوا كلكم هتتخانقوا مع بعض في منطقه المنتصف، اللي هيفوز فيكو هو اللي هيفوز بالجوازة ويقعد معانا في البيت. وقبل ما تبتدوا هات العصاية، هات العصاية، مش عايز أي أسلحة خارجية. هعد واحد اتنين تلاتة تبدأ المعركة. واحد اتنين تلاتة. ألو بوليس النجدة، حضرتك عندنا ناس من داعش قاعدين بيكسروا في البيت.